احتضن المركز الوطني للفنون البصرية معرضا شارك فيه 120 طفلا وطفلة من عمر 4 سنوات إلى 18 سنة بتشكيلات فنية ولمسات فنية متنوعة. قررنا أولا نعمل بمنهجية علمية، بمنهجية تدريسية تطويرية، يعني إنه سنة هيك السنة الجاية هيك السنة بعدها هيك، ولحتى انه يفوتوا بكل انواع التقنيات الحفر ويعبروا في الرسم ويعبروا فيها لنشوف شو ممكن ينطوا من درجة لدرجة. عرفتي كيف؟ هي كثير مهمة، إلنا مهمة كثير، ومهمة طبعا اللي بتزوق من الجمهور. بهيدا المعرض كان عبارة عن أوجه وأشخاص ومدري شو إلى آخره، كان في نوع من انه تذكر مين الشخص اللي بتحبه ومين هالشغلات هي، يعني شايفه كيف يعملوا رسومات. يعني انا مدوش انا لما مريت وشفته من اوله لاخره في اكثر من 30 صوره، باكد لك اذا بحطهم على الفيسبوك وبحط اسم اجنبي ليفكروا لواحد اجنبي. أدمانة متطورة وتشكيلة قوي وتكنيكة قوي. إحنا عم نحكي عن التعبير عن الذات، يعني كل طفل درس تعابير وجوه، الانفعالات، الفرح، الحزن. اشتغلنا مواضيع سينوغرافي، هي لأول مرة تنشغل يعني مع طفل. يعني حطيناهم بموقع إنه هن مخرجين اختاروا عناصرهم واختاروا مواضيعهم واخرجوها وضبطوا الإضاءة للأطفال. في عنا بحدود 125 طفل لهذا المعرض. تنوعت مشاركاتهم بين شاشة حريرية ورسم وسينوغرافيا ونحت. هالمعرض سميناه أنا اللوحة. طبعا بعد شوي حتشوفوا في عرض أزياء عملنا فكرة جديدة إنه الطفل ما يعرض لوحة يرسمها على ورقة ويعرضها. طبعا كان في هيك وهيك، بس اليوم الفكرة الجديدة هي انه اشتغل هي اللوحة على تيابه، وتيابه حيلبسهم ويعرضهم كعرض ازياء. شاركوا اول شيء كهواية رسم، بعدين اتطورت معهم فحبوا يعملوا هاللوحات ويقدموها ويحطوها كمشاركة ومبادرة منهم ومن كل الاطفال الموجودين، بتنمي مواهبهم، يعني بتثقفهم اكثر، بتعرفهم على 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 هالفنون الجميله اللي نحن فعلا بحاجه الى بهالوقت، يعني بحاجه الى الاطفال يعني يفجروا مواهبهم بشيء ممتع، بشيء بفيدهم تثقيفي، بفيدهم وبفيد المجتمع وبفيد يعني كل اللي حواليهم. انا هاي المنحوته عامله ملونه اسود، حاطت لها هذا البراع مشان يصير لونه احلى، وعامل هدول الشخصيات من النحت: ميركوري، فينوس، ايرث، مارس، جوبيتر، ساترن، اورانوس. بلوحات فنية متنوعة عبر الأطفال المشاركون في المعرض عن ما في داخلهم، حيث عكست رسوماتهم طموحاتهم وآمالهم بمستقبل مشرق.